بسم الله الرحمن الرحيم. مسعود محمد بن قاسم، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. في الواقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من إحدى الوزارات الكبيرة والهامة، يعني دائما أنا عند النقاش أقول هي وزارة المجتمع، هي وزارة اللي تعني بمشاكل المجتمع كاملة. يعني عندنا المشاكل، البطالة، مشاكل الباحثين عن عمل، مشاكل النازحين، مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاكل المسنين، مشاكل الأرامل والمطلقات، مشاكل اليتامى، مشاكل حدث ولا حرج عن مشاكل المجتمع بصفة عامة، مشاكل الأسرة، تكوين الأسرة، استقرار الأسرة، الزواج، الظواهر الاجتماعية المتعددة. ف الحمد لله في بالرغم من الظروف الصعبة اللي مرت بها الحكومة الليبية المؤقتة، ولكن تمكنا من العمل في إلى الحد الذي نشعر به بالرضا عن أنفسنا وبالرضا عن خدماتنا اللي قدمناها. الملفات كثيرة ومتعددة، لا يمكن يسعها لقاء واحد، ولكن نقدر نعرج على بعض الملفات الهامة على الأقل أو البارزة. عندنا لو جينا لقطاع العمل، أكبر إشكالية تواجه الوزارة هي مشاكل الازدواجية، مشاكل البطالة من جهة ومشاكل الازدواجية من جهة أخرى. البطالة والباحثين عن عمل كل سنة تقدف، أو بتعبير أفضل تدفع الجامعات والمعاهد العليا وحتى مؤسسات التعليم المتوسط، تدفع بخريجين أو تدفع بأعداد كبيرة جدا إلى سوق العمل، وسوق العمل محدود. سوق العمل به أماكن محدودة، لأن كل الليبيين معتمدين على المرتبات اللي من الدولة. فأمامنا مسؤولية كبيرة في خلق فرص عمل، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الاستثماري أو غيره، عن طريق تشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة. ومن ناحية تانية أمامنا مسؤولية كبيرة وهي مكافحة الازدواجية، ويتبعنا مركز للتوثيق والمعلومات. من أهم ما يقوم به هذا المركز هو توثيق المعلومات عن كل موظفي الدولة ومؤسسات تابعة للدولة والشركات العامة والمصارف التجارية وغيرها. هذه طبعا البيانات تدخل للمنظومة حتى تمنع الازدواجية، والحمد لله قام المركز بمنع الازدواجية في أعداد كبيرة جدا، حتى إن الوفر التقديري في خلال سنة واحدة تجاوز 20 مليون دينار من مرتبات كانت الازدواجية. ندعو كافة الجهات إلى التعاون مع المركز تعاون بناء، حتى يتم توفير موارد أخرى ويتم توفير فرص عمل لباقي الشباب اللي متحصلين. أيضا من المراكز المهمة اللي تتبعنا اللي هي مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. هذا المركز أصدر العديد من المنشورات، عند كتابات ومطبوعات ودراسات أصدرها خلال فترتنا إحنا من بداية 2015 إلى الآن. الآن يقوم هذا المركز بالاهتمام بدرجة خاصة، ويعكف بالتعاون مع أساتذة متخصصين في الجامعة على دراسة ظاهرة الانتحار اللي منتشرة. نسأل الله العفو والعافية لأولادنا وبناتنا. طبعا نشوف فيها مشوار، والحمد لله عندنا علماء في النفس في الجامعات الليبية تعتز بهم وتفتخر بهم. نحييهم من خلال هذه الفرصة المتواضعة اللي حصلناها عبر قناتكم. الجانب الثاني، عندنا الهيئة الليبية للإغاثة تقوم بتوزيع المساعدات على النازحين وعلى المحتاجين حتى من غير النازحين. واحدة من الجهات اللي أحيناها تكاد تكون من عدم، يعني أحيناها كانت غير موجودة أو ميتة في حكم الميتة، بالرغم من أنها منشأة منذ سنة 2006. طبعا إضافة للجهات هذه عندنا الصناديق الكبار الثلاثة، عندنا ثلاث صناديق كبيرة اللي هي صندوق الضمان الاجتماعي، وهو يعنى بفئات المتقاعدين ومعاشات التقاعد، وصندوق التضامن الاجتماعي وهو يضم كافة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى النساء والأرامل والعجزة والمسنين، إضافة إلى صندوق دعم الزواج. والحقيقة اليوم في الاجتماع كان موجود معنا السيد مدير الصندوق، عرض العديد من النقاط الهامة اللي ممكن تساهم في تطوير الأسرة الليبية وفي الاستقرار الاجتماعي وفي القضاء على ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج. بإذن الله إذا مكننا ربي، وأدعو من خلالكم أخوتنا النواب في مجلس النواب إلى
الإسراع في إقرار القانون المقدم منا إلى مجلس النواب لأن قانون نرى فيه هام جدا، يوفر مورد للصندوق حتى يتمكن مورد تكافلي، مورد ما يعتمدش على الخزانة العامة، مورد من المجتمع من الناس كلها تساهم بمبلغ بسيط لا يكاد يذكر، ولكن لما يتجمع على مستوى البلاد راح يطلع مبلغ كبير يدعم الصندوق، ومن خلال المبالغ هذه إذا اعتمد القانون راح يقدم الصندوق الآن يعاكفين حتى على أعداد اللائحة التنفيذية للقانون قبل وقتها، يعني قاعدة مسودات، لكن لما يوصل القانون على الأقل نكون قطعنا فيها مشوار كويس بحيث أن نقدم مساعدات للشباب اللي يقدموا على الزواج. وهذا ليس وعد الآن، إذا أقر القانون واستمر العمل به وبدت الموارد تأتي للصندوق بإذن الله، نحن الموارد هذه ما نش مخلينها لعمر آخر، راح نصفوها على الشباب وراح نسقلها نظام موثق وعادل بقدر الإمكان حتى تجنبوا المحاباة والوساطة وغيرها. مشكورين جدا على إتاحة هذه الفرصة، على تكلمنا عن باختصار على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزي ما قلت لك في البداية إذا بنتكلم على الوزارة، الوزارة هي كبيرة لا تكفيها حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة، وأدعو من خلالكم كافة الإعلاميين للتواصل مع الوزارة، حتى مش بالضرورة الوزيرة أو الوكيلة وغيرها، الإدارات المختصة والصناديق والجهات التابعة مباشرة يكون لقاءات معكم حتى يعرضوا أنشطتهم ويعرضوا ما لديهم من خطط ومن برامج إن شاء الله تساهم في تطوير المجتمع الليبي وفي استقراره بإذن الله.